vom IFO-Institut, dass تراجع مستوى التعليم في ألمانيا وساءت جودته في السنوات العشر الماضية اعتمادا على معهدين اقتصاديين، وذلك بسبب تراجع الاستثمار في مجال التعليم بالإضافة إلى النقص الكبير في الكادر التدريسي والبرامج المختصة لاندماج أبناء المهاجرين. تعتمد الدراسات على تقييم جودة المدارس ومدى توفرها طيلة اليوم ومعدلات التسرب منها، بالإضافة إلى قدرة الطلاب على القراءة وامتلاكهم المهارات الرياضية. عندما ننظر إلى رأي الألمان بنوعية وجودة التعليم في ألمانيا، فإن دراستنا تظهر أن النتيجة في أسوأ حالاتها. نحن سألنا عينة تمثيلية من الشعب الألماني أي درجة يمنحونها للتعليم في ألمانيا، وتوصلنا إلى أن النتيجة سلبية جدا. بسبب الدور الملاحظ والهام للتعليم المبكر، يقدم مشروع زوكونفت بيلدونغسفيرك المساعدة للأطفال في المواد الدراسية الصعبة عليهم وبشكل مجاني في عدد من المدن الألمانية. إذا بلشنا من الأول من الكيندرغارتن، عدم الاهتمام كتير بالعملية التعليمية قد ما هي العملية التربوية، فالطفل بيروح من على صف الأول مو مهيئ تماما، فهون بيصير في عندك فروقات فردية بين الطلاب يلي تأسسوا منيح عند العائلة بالناحية التعليمية وبين الطلاب اللي ما تأسسوا بشكل منيح عند عائلتهم. أنفقت الحكومات الألمانية المليارات على مشاريع رقمنة المدارس وتحديثها، ولكن ما زالت الفجوة كبيرة بين ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الرائدة في مجال التعليم. اعتمادا على الدراسة التي قدمها معهد إيفو، فإن 3/4 الألمان يؤيدون تقديم المزيد من الاستثمار المالي لتطوير رقمنة المدارس. أنه بعد أزمة الكورونا صار في عنا شوي ضعف بالمستوى التعليمي، لأنه التكنولوجيا ما كنا هون معتمدين على قصة الآيباد اللابتوب والتعليم الأونلاين والتعليم عن بعد، بينما بالدول الثانية مثل الدنمارك مثل السويد كانوا قبلنا بهذا الموضوع، فلذلك بأزمة الكورونا ما عانوا من هذا الشيء. صعوبة اللغة الألمانية وتعقيدات قواعدها تشكل أكبر تحد أمام الأطفال المنحدرين من خلفيات مهاجرة. في المدرسة بالنسبة لي اللغة الألمانية صعبة، أنا جيدة في كل شيء إلا اللغة الألمانية. نقص الكادر التدريسي يعتبر المعضلة الأكثر تأثيراً على جودة التعليم في ألمانيا، فاعتماداً على وزارة الثقافة سيزداد النقص في عدد المعلمين في ألمانيا خلال العامين المقبلين إلى حوالي 25,000 معلم. تراجع جودة التعليم في ألمانيا خلال السنوات الماضية يظهر مدى الحاجة إلى هكذا مشاريع، وخاصة بين الأطفال المنحدرين من خلفيات مهاجرة، وذلك من أجل الفصل بين النجاح الدراسي والخلفية العائلية التي ينحدر منها الطفل. تشهد حاجي لقناة اليوم، مدينة إيسن.